أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الحمل الثلاث 24 أغسطس آب 2021. لن تتعامل مع أكبر مشاكلك إلا إذا لم تكن مندفعا. النجاح قادم في طريقك قريبا جدا. استعد لسوء الفهم الذي قد يجعلك غاضبا. حاول أن لا تشارك أفكارك وانطباعاتك حتى مع أصدقائك الأكثر مصداقية، لأنك ستخلق مشاكل لنفسك. ستغضب من أحبائك لأنهم قد يتجاهلون أفكارك وخططك. قيم ليس فقط مشاعرك ولكن أيضا سلوكك. ضع في اعتبارك إجراء بعض التغيرات. اقبل دون تردد اقتراحا سيحقق لك ربحا جيدا. ستستمتع كثيرا برحلة إلى مكان اجتماعي محلي أو ربما نزهة في مكان ما في البلد. كن مسؤولا خاصة اليوم. عاطفيا، إذا كنت تبحث عن الحب فستكون الفترة مواتية بشكل خاص، لأنها ستحدث لك بشكل غير متوقع. استعد لمواجهة الصعوبات الشخصية غير المتوقعة، ولكن من السهل التغلب عليها. قد يطلب منك أن تأخذ الأمر ببساطة خلال هذه الفترة، فلا داعي للاندفاع والصبر هو المفتاح. قد تشعر بالانجذاب الشديد تجاه شخص معين ولكنك غير واثق من كيفية الرد عليه. استعد للأخبار غير السارة المتعلقة بمشاكل في حياة صديق جيد. ستخضع خططك إما لتصحيح كبير أو أنك لن تنجزها على الإطلاق. المشاكل مع الناس في بيئتك هي احتمال حقيقي، سوف تحلها إذا تصرفت فقط بعد تحليل مفصل. إذا كنت ستسافر قريبا فتحقق مرة أخرى إذا كانت جميع مستنداتك سليمة. كلما تمكنت من توسيع جميع جوانب حياتك العقلية والعاطفية والجسدية، تمكنت من حل جميع مشاكلك. مهنيا، عليك أن تعمل لدعم زملائك، وهو ما قد تعتقد أنهم لا يستحقونه. لقد نجحت في المساعي التي بدأت فيها، وإذا لم تؤذي نفسك فسيتحقق كل شيء في مخطط الفترة كما تتوقع. كن منضبطا لتجنب الخسائر. الآن هو وقت رائع لإرسال نفسك إلى صالة الألعاب الرياضية، حيث يمكنك التنفيس عن حالتك المزاجية على المعدات وممارسة بعض التمارين الرياضية. حان الوقت الآن لإعادة النظر في بعض أفكارك ومعتقداتك المتعلقة بوضعك الحالي. رتب أرشيف المحاسبة الخاص بك، لأن التدقيق الضريبي قد يفاجئك. يشجعك الاهتزاز الصادر من الكواكب على ترتيب نزهة في مكان جميل. لا تسمح للمشاعر بالتدخل في عقلك لرؤية السمات الحقيقية للأشخاص الذين هم في طور خططك. قد يبدو التغيير والتحول وكأنهما مفاهيم مخيفة وغير آمنة بعض الشيء، ولكن يمكنهم أيضا بدء مرحلة جديدة في حياتك. تجنب خداع الذات ولا تطرف نفسك. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.